وتنضم إلينا من القاهرة سفيرة دكتورة نميرة النجم، محامي فلسطين أمام محكمة العدل الدولية وخبيرة القانون الدولي. سعادة السفيرة مساء الخير وأهلا بك على شاشة الغد. سؤالي الأول، هل يمكن بالفعل أن تصدر محكمة العدل الدولية أو حتى المحكمة الجنائية الدولية قرارات باعتقال قادة إسرائيليين مثل نتنياهو؟ مساء النور. في البداية أود أن أوضح أن قرارات الاعتقال أو التوقيف تصدر من المحكمة الجنائية الدولية ضد المنخرطين في أعمال جرائم ضد الإنسانية. محكمة العدل الدولية لا تصدر قرارات ضد أفراد، ولكنها تصدر قرارات ضد حالات معينة في الدول. لازم نعمل الفرق ده حتى يفهم المشاهدين بداية ما نتحدث عنه. حينما نتحدث عن المذكرة، حتى الآن هي لم تصدر بعد، لدينا كثير من التكهنات والتوقعات التي صدرت بأن هناك تسريبات، بأن هناك مذكرة سوف تصدر ضد رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو وبعض من القادة العسكريين الإسرائيليين من المحكمة الجنائية الدولية حتى توقفهم بسبب الجرائم المفروض حتى الآن لم تثبت الجرائم ضد الإنسانية. أنا أتحدث من ناحية قانونية. طبعا بلا شك إصدار هذا القرار إذا ما صدر، والمتوقع وفقا لما تداولته وسائل الإعلام أنه قد يصدر في أواخر مايو. نحن نتحدث منذ أكتوبر إلى أواخر مايو، هذه المدة كانت كافية لتجعل المدعي العام للمحكمة أن يتحرك. من الناحية السياسية هذا القرار بلا شك إيجابي وغير مسبوق على الإطلاق منذ حرب 48 إلى يومنا هذا، لم يتم التحرك ضد إسرائيل بهذا الشكل. والآن نجد أن هناك تحريك للرأي العام العالمي لمساندة القضية الفلسطينية وضد الإبادة الجماعية بلا شك التي تحدث الآن في غزة. وهنا بلا شك أخص الرأي العام الأمريكي تحديدا، لأنه جزء أساسي من تحريك الوضع على الأرض بسبب التمويل الأمريكي والدعم الأمريكي للحرب في غزة. طب فهنا نأمل في ذلك أن تخرج المذكرة إذا خرجت، ولكن يجب أن ننتظر لنرى ما سيكون محتوى هذه المذكرة. نعم. يعني هل يمكن أن تكون هناك سيناريوهات لهذه المذكرة؟ يعني البعض أشار إلى أنه يعني هناك مذكرات لتوقيف قادة وزعماء، يمكن كان آخرهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اشتعال أزمة أوكرانيا. هل يمكن أن يكون هناك سيناريوهات لهذه المذكرة؟ يعني الحديث يدور عن مذكرة توقيف، يعني القبض عليه لو ذهب إلى دولة من الدول المشاركة في هذه المعاهدة. تمام. من الناحية القانونية كما أشرت، إذا صدرت مذكرة التوقيف هذا يعني أن نتنياهو والقادة التي ستصدر ضدهم الأمر لن يستطيعوا التحرك بسهولة إلى الدول أعضاء محكمة الجنائية الدولية. هذا أمر حدث سابقا ولكن من محاكم وطنية، كما حدث ضد شارون في بلجيكا، والذي أدى إلى تعديل القانون البلجيكي بالكامل. كما أشرت في المداخلة السابقة أن الولايات المتحدة تدخلت لدى دول لتعديل بعض القواعد، ومنها بلجيكا التي عدلت القانون بسبب تحرك عدد من المواطنين البلجيك تجمعات لحقوق الإنسان ضده بسبب ما حدث في حروب سابقة في الأراضي المحتلة. هنا هي ذات النتيجة. صدور الأمر التوقيف في حد ذاته لا يعني إدانة، وهذا من ناحية القانونية البحتة، ليس من ناحية سياسية ولكن من ناحية القانونية البحتة، ما هو إلا قرار يصدر لتوقيف من هم مشكوك في انخراطهم في الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية. وهنا يجب ألا ننسى، وهو أمر هام للغاية،
أن المدعي العام الحالي، لذلك أشرت أن احنا في منذ أكتوبر إلى يومنا هذا مع مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني ونحو 77 ألف مصاب، 14 ألف طفل. كل ما نراه من شواهد على مرأى ومسمع من الجميع حول العالم من جرائم ضد الإنسانية ولم يحرك ساكنا إلا الآن، ونسمع أنها سوف تصدر في آخر مايو. هذا يعني أنها حركة شكلية، وهناك كذلك إرهاصات وحديث مطول ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وبين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لوقف حتى وتقويض إصدار هذه المذكرات ضدهم، يعني للضغط على المحكمة الجنائية الدولية بلا شك. بما في ذلك أنه تم الإعلام في أحد وسائل الإعلام أنهم يحاولون أن تخرج أمريكا بتهديد للمحكمة الجنائية الدولية أنها إذا أصدرت ذلك القرار سوف تصدر عقوبات ضد المحكمة. هذا كله حراك من الناحية القانونية والسياسية، له مدلول إيجابي، ولكن في إطار وجود مدعي عام حتى الآن لم تثبت حيدته بلا شك لوقوفه صامتا كل هذا الوقت، مما يعني أنه يجب أن تتحرك الدول الداعمة لفلسطين والأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بعزل هذا المدعي العام، وإلا نحن نتخوف أن يكون السيناريو أن نتيجة قرار التوقيف لن تخرج عن نطاق قرار مجلس الأمن الذي خرج بوقف إطلاق النار ولم يحدث أي شيء على الأرض. فهذه هي الإشكالية الحقيقية، أن احنا نحاول على المستوى الدولي سواء من جهة أو أخرى كسب الوقت وترك إسرائيل لارتكاب مزيد من الجرائم ضد الإنسانية. وهنا أعود مرة أخرى أنه حتى إذا خرجت مذكرة التوقيف يجب علينا ألا ننسى أهمية ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية من مظاهرات، لأنها لها أكبر مدلول وتحرك حقيقي قد يحدث فارقا في موقف الحكومة الأمريكية، لأنها حتى الآن نجد أنها لا تعبأ بأي قرارات من المحاكم الدولية. إسرائيل حتى نتنياهو خرج قال إذا ما خرجت المحكمة الجنائية الدولية بأي قرار ضد المسؤولين الإسرائيليين لن نعبأ به وسيستكملون الحرب، ويعتبر ذلك أنه يعني يقوض حقهم في الدفاع عن نفسهم، وهو حق غير موجود في الحالة التي نحن أمامها. أهم شيء في هذا الأمر فيما يتعلق خاصة بالداخل الأمريكي والتحرك الراهن من قبل الطلبة التي تذكرنا بالحراك قبل فيتنام، أمريكا تعبأ بالداخل الأمريكي ولا تعبأ بالخارج. الحكومة الأمريكية أكبر ممول لهذه الحرب، وهي جزء لا يتجزأ من استمرار هذه الحرب. فإذا هذا الحراك أدى إلى نفس التطور وعصيان مدني كما حدث في 68 وهو ما يخشو منه، ولذلك نتنياهو علق عليها دون كافة المظاهرات في العالم، فهو أمر يجب أن نأخذه بعين الاعتبار حتى إذا كان هناك تحركات قانونية جديدة، خاصة أننا غدا ننتظر ليس بقى من المحكمة الجنائية الدولية ولكن من محكمة العدل الدولية، ننتظر القرار الذي سيصدر من قبل المحكمة في الدعوة المقامة من نيكاراغوا ضد ألمانيا. القرار سيصدر غدا، والمطالب بوقف ألمانيا لتمويل إسرائيل، وكذلك ضمان عدم وصول أي مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل قد تدخل في عمليات الإبادة الجماعية، وضمان أن كل الأسلحة التي وردت إلى إسرائيل لا يجب عدم استخدامها في خرق القانون الدولي والإبادة الجماعية. هذا القرار سيكون خطير وهام لكل من يمول هذه الحرب. سعادة السفيرة، توقعاتك لهذا القرار، هل سيأتي لصالح نيكاراغوا؟ بلا شك، في أضعف أشكاله يجب أن يخرج القرار بضرورة. أول شيء إلزام ألمانيا بألا تدعم الحرب
إذا كان هناك احتمالية لخرق حقوق الشعب الفلسطيني في الحماية ضد أي إبادة جماعية. كذلك التمويل، لأنه هذا موجود في نص كنصوص في اتفاقية الإبادة الجماعية. نعم فبالتالي يجب أن تلتزم المحكمة على الأقل بالنصوص الأساسية الواردة في طيب الاتفاقية. الشيء الأخير وهو الخاص بوقف التمويل للأونروا، أحد مطالب هذه الدعوة هو وقف التمويل، إعادة تمويل للأونروا، وبالفعل أعلنت ألمانيا بالأمس أنها سوف تعيد التمويل للأونروا، وهو في صالح نيكاراغوا في هذه الدعوة. طيب مفهوم. أعود إلى مسألة المحكمة الجنائية الدولية. إسرائيل ليست عضوا في هذه المحكمة، وبالتالي يعني هل هذا يعفي مسؤوليها من التعرض لقرارات المحكمة؟ يجب أن نعود خطوة للوراء. إسرائيل ليست طرف في اتفاق روما وليست عضو في المحكمة، ولكن دولة فلسطين صدقت على الاتفاق، وافقت اتفاق روما المنشئ للمحكمة، وهي عضو في المحكمة. والمدعي العام الحالي، على الرغم ما نقوله من عدم حيدته وتقاعسه على اتخاذ القرارات السليمة حتى اليوم، إلا أنه أعلن بوضوح أن لديه الولاية في التحقيق في الجرائم التي تحدث في غزة، سواء وكما أشار في 7 أكتوبر أن لديه الولاية للتحقيق فيما حدث في 7 أكتوبر. تلا ذلك أنه أصدر أكثر من تصريح بأن لديه الولاية القانونية للتحقيق في كافة الخروقات التي تصدر عن كافة المتحاربين في الأراضي المحتلة وقطاع غزة. وبالتالي هنا، على الرغم من إسرائيل تستمر في الإشارة إلى أنها ليست عضو، ولكن من الناحية القانونية هي ملتزمة، لأن ما يحدث الآن يحدث على أرض دولة عضو في المحكمة. طيب إذا ما صدر بالفعل قرار بتوقيف نتنياهو أو وزير الجيش جالانت أو رئيس الأركان هيرتسي هاليفي، يعني ما هي الآلية القانونية لتنفيذ هذا القرار؟ الآلية القانونية لتنفيذ هذا القرار، كما أشرت في بداية الحديث معي، أولا إذا ما سافروا إلى دولة طرف في المحكمة فهي ملزمة بإلقاء القبض عليهم، وإلا ستكون في خرق ل قواعد المحكمة. يعني عفوا سعادة السفيرة، يعني ملزمة بتوقيفهم على ذمة التحقيق في جرائم، أليس كذلك؟ وتسليمهم إلى المحكمة. وتسليمهم إلى المحكمة. قرار التوقيف يصدر بتوقيف المشتبه فيهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو الجرائم المرصودة في اتفاق روما. وبالتالي إذا ما سافر أحد هؤلاء المسؤولين إلى أحد الدول الأعضاء في المحكمة، عليها إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة لإجراء التحقيق. مفهوم. طيب يعني حضرتك أشرتي إلى نقطة مهمة، يعني ليست فقط المحكمة الجنائية الدولية التي يمكن أن تلاحق يعني قادة إسرائيليين بتهم مختلفة، منها يعني الجرائم وجريمة الإبادة الجماعية وغيرها، ولكن أيضا بعض المحاكم أو المحاكم في بعض الدول، أي المحاكم المحلية أيضا، أليس كذلك سعادة السفيرة؟ هناك مبدأ في القانون الدولي اسمه عالمية الاختصاص القضائي، وهو موجود في الجرائم ضد الإنسانية في اتفاقيات جنيف الأربعة، وكذلك في معاهدة الإبادة الجماعية. فعلى الدول، لأن هذه جرائم خطيرة ضد البشرية، فعلى الدول أن تصدر قوانين لمحاكمة المنخرطين في هذه الجرائم. هناك بعض التعديلات، وهو ما حدث في بلجيكا بسبب دعوة شارون،
تم تعديل القانون حتى لا يصبح مفتوحا ضد أي شخص في أي مكان، ولكن ربطها بالدولة ذاتها التي سترفع فيها، أن يكون هناك علاقة بين الجريمة ضد الإنسانية وبين الدولة المرفوع أمامها الدعوة. وبالتالي إذا كان هناك مجموعات حقوقية فلسطينية عانت أو تضررت وهي مسجلة في دولة من الدول الأوروبية التي بها هذا القانون، تضررت من جراء هذه الحرب، يمكن لها رفع الدعوة أمام القضاء الوطني. مفهوم. لإدانته كذلك. أشكرك جزيل الشكر السفيرة الدكتورة نميرة نجمة، المحامي فلسطين أمام محكمة العدل الدولية وخبيرة القانون الدولي، كنت معنا من القاهرة. شكرا جزيلا.